بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله عندنا هذه موتور نتاع فولكسفاجن تي دي، باش نحاول يعني نشرح لبعض الأولاد اللي هم يحبوا يتعلموا الميكانيك، حاب نشرح لهم شوية الحاجات اللي موجودة فيه وعلى الشركة بالضبط المحرك كما هذا. هذا محرك فولكسفاجن يعني اسمه تي دي، فما الاس دي فما تي دي، فما الاس دي هو بلاش تربو وتي دي هو بالتربو. هذا بالنسبه للجهه هذه تو من جهه الفلتر نتاع الزيت، عندنا البومباجيكسيون، عندنا السيبور نتاع الفلتر نتاع الزيت، عندنا الريفريجيرون، عندنا الترناتير، عندنا البومبا سيستي، عندنا الدمرير من الجهه هذه. هذوما الحاجات الموجودة هذه. عندنا البيبات نتاع الترموستا اللي هي لونطري نتاع الماء ولا السورتي من الجهة هذي، جهة فيها لونطري وجهة فيها السورتي، فيها الترموستا وفيها اللي يركبوا في الراديتير. هذوما زوز يركبوا في الراديتير. عندنا هذي هنا بلاصة الجوج، نتاع الزيت. عندنا المانو نتاع الزيت، عندنا هذوما الهيدريت اللي يمشوا لل الهيدريت اللي يمشوا لل للفريجيرون. الفريجيرون هذوما الهيدريتات اللي يمشوا للفريجيرون تاع الماء، خاطر الفريجيرون هذايا يمشي بالماء والزيت، يعني يدور فيه الزيت باش يبرد والماء باش يبرد، كيف كيف يبردوا بعضهم ويسخنوا بعض. عندنا لونتري والسورتي نتاع البومباجيكسيون المازوت، عندنا لونتري والسورتي. نجيو من هنا من الوجه، من الوجه هنا اش عندنا؟ عندنا طبعا الشان هي مغطية توا، عندنا البارتي هذه من قدام قلنا فيها السيبور اللي هو الالمنيوم يركب في البلوك، عندنا البولي نتاع الموتور، البولي اللي تركب في البلوكا، عندنا التوندير هذه نتاع الكروة المتحرك بالامورسير هذه مش يعمل فيبراسيون، عندنا البومبا سي سي، وعندنا الانترناتير، وعندنا الشين هنا، الشين ديستريبيسيون هنا. عندنا الكاش هذا يتنحى بالاغراف، ما في شيء نحى بالاغراف فيه. هذه عندنا البينيوم هنا نتاع البومبا انجكسيون، عندنا البينيوم نتاع الاربكا، وعندنا التوندير نتاع الشين. هذه بارتي لافون نتاع الموتور. ندوروه من الشيره الاخرى. عندنا الشير هذي، عندنا الشير هذي اللي هي ما تبانش مغطية في كي تبدا راكب في المحرك، راكب في السيارة. عندنا هنا التيربو، هذايا التيربو، فما التيربو نتاعهم يجي لوطا، فما التيربو نتاعهم يجي لفوق في بعض المحركات في الفولكسفاجن. عندنا البارتي هذي فيها التيربو، فيها كولكتير نتاع الادميسيون، فيها التيب نتاع الجيار، وفيها هنا الكور نتاع الاكسيلاتير، يعني فيها الحاجات هذوما. وعندنا هنا اللي هي يمشي منها الكونتير كي البينيون اللي هي الكترونيك هذه هي تاع الكونتير. عندنا هنا الفوق هذه رينفلير نتاع الموتور. نجيو ندوروه هذا كيف كيف. عندنا هذه هنا بارتي هذه، عندنا فيها البومبا فيت، البارتي هذه اللي هي فوق البوات بالضبط، فيها البومبا فيت، فيها الكور هذه اللي فيه البيبات نتاع الماء، فيها هذوما عاملين لها ثلاثة بوجيات باش يسخنوا الماء، يعاونوا تسخين الماء كي يبدا الماء ما يسخنش فيسع، يعاونوا. عندنا البوات فيتاس اللي هي هذه، البوات فيتاس. عندنا البومب نتاع الريسبتير نتاع الامبرياج والليميتير، يعني فما الليميتير والريسبتير، يعني فما واحدة في وسط الكهرباء وواحدة لبرا هذه. نتاع الامبرياج اللي هي باش الامبرياج. عندنا الفيتاس هذوما كلها فيتاسات، هذايا مثلا مارش اريير، عندنا مثلا بريمير دوزيام ثروازيام كاتريام، وعندنا سانكيام اللي هو والمارش اريير. عندنا هنا الديمورور، عندنا هنا المانون نتاع مارش اريير، عندنا هذه هنا البلاكه كي نطلوا منها نجمو نشوفوا منها الميز بوان، هذه نجمو نشوفوا منها الميز بوان باش نعملو ريبير نتاعنا كي نحبو نعملو ريبير.
هذه كيف كيف زاد الجهه هذه ما صورناها من فوق نجم نصوروا شويه من فوق. عندنا لي تانجكتير من المانجكتير يبدا فيه خيط بالفيشه. عندنا البومب هذه تسمى الكترونيك ماهيش ميكانيك، يعني ميكانيك الكترونيك لكن ماهيش ميكانيك كامل، سيمي 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 الكتريك او سيمي الكترونيك. عندنا هنا لي تانجكتير الاربعه يعني تيبات نتاع الانجكتير. عندنا الاربع بوجيات هنا كيف كيف، عندنا الاربع بوجيات نتاع. عندنا هنا منين نصبوا الزيت، عندنا ريلي فلير كيف كيف، عندنا كاش باب. الحالات هذه كلها يعني حالات معروفه، انما هنا زياده معرفه وبرزات باش تعرفوا الحالات اللي هي موجوده في المحرك. هذا محرك نتاع تي دي فولكس فاجن، هذا يعني موجود في عده سيارات، موجود في الباسات لونسيان، موجود في الجولف كات، موجود في البورا، موجود في البولو كلاسيك، موجود في البولو يعني بصفه عامه، موجود في عده سيارات، موجود في الكادي، موجود في عده سيارات. ان شاء الله الفيديو هذا ينفعكم وتستفادوا به. عندنا هذه شفتوها، كانت تشوفوها التيب هذه، التيب هذه اللي تمشي هي الجريس الزيت، تهز الزيت للتيربو. هنا شوف فيه تهز الزيت للتيربو وتجريس، مش تجريس التيربو، تمشي هنا تجي هنا تجيب الزيت للتيربو مش تجريس التيربو. وعند اللي من تحت هذه ترجع الزيت للكارتير، يعني فهمنا هذه الحاجات اللي هي يعني. عندنا هذا الموتور نتاع جولف كات تي دي اي ولا بورا ولا بولو 5 ولا هي. يعني الناس تحب تعرف مثلا الكابتير نتاع الديماراج وين يجي. كابتير الديماراج يجي تحت السيبور نتاع الفيتر ويل، تشوفوا كابتير الديماراج وين يجي، والفيشة نتاعها تخرج تمشي حتى لهنا تجي لهنا. هاي الفيشة نتاعي هذه هي جري، وهذه الفيشة نتاع البومباجيكسيون، وهذه الفيشة نتاع الانجكتور. يعني الكابتير هذه يعني الكابتير هذا يتسمى عايش في الزيت، يمشي على الفيبركان ما يمشيش على البول، ما يمشيش على الفولون موتور، يمشي على الفيبركان. هذا كابتير نتاع ديماراج نتاع الفاجن تي دي اللي هما المحرك يتضمن. ان شاء الله تفيدكم ورينا هيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا الشان هي مغطيه.